متوقع ان شاء الله الفوز للمنتخب الوطني. المنتخب الوطني لديه عناصر قويه جدا، اعتقد انه سيفاجئ الجميع اليوم ان شاء الله. تنظيم ما شاء الله ماشي مزيان، ونتمنى نجاح البطوله ككل، نجاح المغرب في تنظيم البطوله راح يكون غادي يكون نجاح لكل يعني المنطقة العربية كلها، ونحن فرحانين بزاف بوجودنا مع المغاربة وفي المباراة الافتتاحية إن شاء الله، ونفوز إن شاء الله اليوم.